السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعين الكرام متابعي قناة من الآخر خلاص، معكم محمد نور الدين. ترتيب فرق البطولة المحترفة الجزائرية الأولى مونبوليس وترتيب الهدافين دور الجزائري طبعا وترتيب الهدافين بعد مباريات اليوم الأحد 29/5/2022 في الجولة 32 من الدوري الجزائري. اليوم متابعين الكرام وداد التلمسان خسر من أولمبي الشلف 0-2، أحرز هدفي أولمبي الشلف محمد صهيبة في الدقيقة 63 واللاعب بن جرينا في الدقيقة 94، وفاق ستيف تعادل امام شباب الثوره 0-0. الجوله بدات يوم ايه بقى، يوم الجمعه الموافق 27/5/2022، سريع غليزان خسر من شباب بولوزداد 0-8، نصر حسين دي خسر من امل 4-0-1، شباب قسنطينه تعادل امام هلال شلغوم العيد 3-3، نجم مقره تعادل امام مولوديه وهران 0-0، برادو خسر من اتحاد الجزائر 0-1، واولمبي الماديه تعادل امام اتحاد بسكرة 1-1. امس السبت 28/5/2022 مولودية الجزائر خسرت من شباب القبائل 0-2. اليوم الأحد 29/5/2022 اتكلمنا عن المباراة، خلينا نتعرف على ترتيب فرق الدوري الجزائري وترتيب الهدافين. كده انتهت الجولة 32 يا جماعة. يوم الثلاثاء عندنا مباراة مؤجلة بين شباب بلوستاد واتحاد بسكرة بإذن الله تعالى يوم الثلاثاء 31/5. خلينا نتعرف على ترتيب فرق الدوري وترتيب الهدافين. متابعينا الكرام، متصدر الدوري الجزائري في المركز الأول شباب بلوستاد ب 64 نقطة من 30 مباراة. شبيبة القبائل المركز الثاني ب 60 نقطة من 32 مباراة. شبيبة الثورة المركز الثالث ب 54 نقطة من 31 مباراة. اتحاد الجزائر المركز الرابع ب 51 نقطة. أنا قلت شبيبة الثورة 54 نقطة، تمام. اتحاد الجزائر المركز الرابع ب 51 نقطة من 31 مباراة. نادي براد المركز الخامس ب 50 نقطة من 31 مباراة. ثم بعد ذلك مولودية الجزائر المركز السادس ب 49 نقطة، أولمبي الشلف المركز السابع ب 49 نقطة، وفاكس طيف المركز الثامن 47 نقطة، شباب قسنطينة المركز التاسع 46 نقطة، اتحاد بسكرة المركز العاشر 46 نقطة، أمل الأربعاء المركز 11 42 نقطة، هلال شلغوم العيد المركز 12 ب 41 نقطة، مولودية وهران المركز 13 ب 39 نقطة، نجم مقرة المركز 14 ب 39 نقطة، أولمبي المدينة المركز 15 ب 35 نقطة، نصر حسين دي المركز 16 ب 22 نقطة، سريع غليزان المركز 17 ب 19 نقطة، وده التلمسان المركز 18 والأخير ب 13 نقطة. بالنسبة لترتيب الهدافين، المتصدر اللاعب سامي فريوي لاعب مولودية الجزائر المركز الأول ب 17 هدف، المركز الثاني بنبو علي لاعب برادو ب 16 هدف، والمركز الثالث أبو سفيان بالغ لاعب سريع غليزان ب 13 هدف، ويسري بوزوك لاعب نادي برادو، والمركز الرابع هشام مختار لاعب اتحاد بسكرة ب 12 هدف، والمركز الخامس مارسيلين كوكوبو لاعب شباب قسنطينة ب 11 هدف، وبالي لاعب أولمبي المادية. اشترك في القناة، فعل زر الجرس، اعمل لايك للفيديو، وبعتذر عن تأخير. متابعين الكرام، كان معكم محمد نور الدين، نراكم في فيديو آخر بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.